السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ورشتنا لهذا اليوم في تدريب معلمي الصف الأول والثاني الابتدائي في كتاب قراءة في كتابة وتنفيذ الخطة اليومية. كونوا معنا. شيماء سعدون مشرفة الصفوف الأولية. الخطوات اليومية لتقديم دروس قراءتي. خطوات تقديم الدرس، بما أنه هي خطوات إذن يجب تنفيذها بانتظام وبتسلسل حسب ما جاء في كتاب دليل قراءتي. الأهداف الخاصة أي الأهداف السلوكية، المواد التدريبية والوسائل التعليمية، الامتلاءات المتوقعة، التهيئة أو المقدمة، خامساً العرض، سادساً الاستجواب والتغذية الراجعة، سابعاً الخاتمة. الأهداف السلوكية، ما هي الأهداف السلوكية أو الأهداف الخاصة؟ عبارة عن تطوير في سلوك التلاميذ، وهذا التطوير يخص الموضوع اللي أقدمه لهم، وتصاغ هذه الأهداف من إن زائد فعل المضارع، أن يعرف معاني الكلمات، أن ينطق الحرف، أن يرسم الحرف، أن يكتب، أن يفرق، أن يميز، وهكذا حسب ما جاء في الموضوع الذي أقدمه. الخطوة اللي بعد الأهداف السلوكية هي الوسائل التوضيحية، والوسائل التوضيحية تشمل كل وسيلة أو حاجة يجلبها المعلم إلى داخل غرفة الصف. ومن أهم الوسائل اللي ما تستطيع تقدم الدرس دونها هي لوحة الجيوب، بطاقات الصور، بطاقات المعنت شالي يعني اغلق المايك. الوسائل التوضيحية عندنا لوحة الجيوب، بطاقات الصور، بطاقات الكلمات، بطاقات المقاطع والمجسمات. الصور تشمل صور الموضوع أو الدرس اللي أقدمه، وكذلك بطاقات الكلمات الواردة في الدرس، والمقاطع ممن تتكون مقاطع هذه الكلمات، وكذلك بعض المجسمات اللي تقرب الصورة وتسهلها على التلميذ. هذه الوسائل أيضا تنطبق على معلم الصف الثاني وليس فقط معلم الصف الأول. واضح عيني؟ أنتقل بعد ما حضرت وسائلي وجلبتها معايا، أجي على المشكلات المتوقعة. قبل ما أقدم الدرس أنا حتوقع أكو بعض المشكلات راح تواجهني، هي افتقار التلاميذ للمعرفة، معرفة مفردات الدرس اللي أقدمه، قلة المواد التدريبية، قلة التفاعل داخل الصف. هذه كلها تذكرها أنت، شو تتوقع راح تواجهها؟ بعدها أجي إلى التهيئة. التهيئة هنا أنا دخلت للصف، يعني بالتهيئة أنت دخلت لغرفة الصف. ما دام دخلت لغرفة الصف، أول شيء تقدمه هو بعد إلقاء التحية تقدم الترتيب الصبوري. والترتيب الصبوري هذه من أهم واجبات المعلم والمعلمة، يجب أن يتبعها بخطواتها وبحذافيرها. يعني سنشوف كل خطوة من هذه الخطوات إلها أهمية وإلها فائدة حتى في تقديمي للدرس. بعد ترتيب الصبورة أنتقل إلى موقفي من الغياب، وكذلك تفكير بقوانين الصف. دخلت هسه إلى الخطوة الخامسة وهو العرض. طبعا والعرض هو من أهم الخطوات، خليك معايا، العرض هو أهم خطوات الخطة اللي راح يكون التفاعل كله في منطقة العرض. إذا مو يعني معظم الدرس حيكون يشغل معظم الوقت فقرة العرض. العرض يشمل إلى 6 خطوات، هذه ال6 خطوات يجب أن تقدم تباعا، يعني خطوة بعد خطوة، ما تتقدم خطوة على خطوة. الخطوة الأولى اللي هي التمهيد، والتمهيد المراد به هنا ربط الدرس السابق بالدرس الحالي. هذه أول ما دخلت وبعد ما لقيت التحية ورتبت الصف وسألتهم مدري شنو، أبدأ بعرضي للصور
الدروس الماضية وأطلب من تلاميذي التعرف عليها، كذلك عرض بطاقات الكلمات الدروس السابقة، وإذا احتاجيت هذه الكلمات راح ترد بدرس الآن الآني أيضا أستخدمها، كذلك المقاطع اللي تخص الدروس السابقة وإلها علاقة بدرسي الجديد. بعد ما عرضت له الصور السابقة وربطت له معه فرق التفاعل حول حل التلميذ، أنتقل إلى التدريب الصوتي. هنا بالتمهيد أيضا عرضت له صورة للدرس الجديد. من عرضت له صورة للدرس الجديد هاي ما جت على سابقا، ما شافها بالدروس الماضية، حيشوفها اليوم، فأطلب من عند التحدث عن الصورة، ليش يشوف بالصورة؟ هاي صورة منو؟ هاي صورة شنو؟ هذا ميزان، هذا بقال، هذا رجل، هاي امرأة، هاي بنت صغيرة، هذا سماك، حول خلوه يتحدث، اثيروا الحب الفضول وطرح السؤال، خليه يكون سهل بينك وبين تلميذك. هنا ابدي بالتدريب الصوتي، هو تحدث حكى ايش قال، هاي بنيه، هاي صغيره، هاي جاهل، هاي فتاه، هاي نو، هاي داده، هاي نونو. انت اقول احسنت، هذه صوره داده، واعيدها بعدها داده، الى ان اخلي التلاميذ كلهم ينطقون كلمه داده من الصوره. ما شاف كلمه داده هنا، أنا بس دربته شلون ينطق، اللي هو التدريب الصوتي. بدأ يتحدث مرتين وثلاثة، تدريب صوتي، دادا دادا. انتقل بعد ما شفت انه التلاميذ كلهم دا يلفظون اللفظ السليم، انتقل الى التدريب البصري. هسه انا بس شغلت صوته، شاف بعينه الصورة ونطق الكلمة بدون ما يشوف كتابتها، فقط بدأ ينطق نطق سليم للكلمات. بعد ما نطقها انتقل الى التدريب البصري. هنا التدريب البصري به ثلاث خطوات ايضا. الخطوه الاولى هي الخطوات الثلاثه للتدريب البصري: كتابه الدرس على السبوره، قراءه بطاقات الكلمات، وقراءه الكلمات في الكتاب. وهسه ناخذ شلون ابدي اكتب للدرس، شلون يكون بالجهة المسطرة من السبورة، والتسطير يشبه تسطير الدفتر، ويكون منتظم حتى من أبدي أني أكتب. التلميذ من عندي يتعلم شلون أرسم الحرف من السطر، شلون موضع يا جزء ينزل يا جزء يصعد، وأني أكتب أقرأ الكلمات، والتلميذ ده يستمع إلى قراءتي وكتابتي. بعدها أعرض له بطاقات الكلمات. شوف ماما هاي صورة من قلنا عليها، هاي صورة دادا، أعرض له بطاقة تشمل كلمة دادا. هذا شين بالصورة كان ميزان، أعرض له كلمة ميزان. وإذا بي صار عنده اقتران ما بين الصوت والكلمة، ما بين صوت كلمة دادا ورسم كلمة دادا. بعد ما كتبت، بعد ما شاف البطاقات وكتبت الدرس على السبورة، يلا حبيبي راح أقرأ الدرس على السبورة ورددوا من بعدي. قراءة سليمة جهرية، تقرأ والتلميذ يقرأ من بعدك. انتقل، شفت التلاميذ كلهم بدأوا يقرأون قراءة سليمة، يلا ماما راح أقرأ الدرس بالكتاب. من تقرأ الدرس بالكتاب افترب بين تلاميذك، يفتح الكتاب ويأشر على الكلمة. مريض قراءة ببغائية، فقط تلقين، لقنت أنت ايش مكتوب على الصبورة وحفظت اللي هي لا. افتر بيناتهم عيني وشوف منو اللي دا يأشر ومنو اللي ما دا يأشر على الكتاب. لازم نشغل حواسه. احنا قراءة الصفوف الأولية قراءة اقترانية، والمقصود بالقراءة الاقترانية أي تقترن كافة حواسه مع بعضها: حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة النطق، وحاسة اللمس. من يلمس الكلمة هاي راح تظل مخزونة بذاكرته، لأن عن قرب شافها، دا يسمع الكلمة ودا يلمسها ودا يشوفها بعينه. افتر بيناتهم. إضافة لهذا الشيء حيكون التلميذ مشدود معاك، مو سارح.
بعد ما قرأنا الدرس أطلب من تلاميذي القراءة. هنا القراءة لا تخليها تكون قراءة منتظمة يعني بس تبدي بيهم، لا، وزع القراءات فيما بينهم. يلا أمي، من أول يوم أكو عندك متمكنين يجوك حافظين الدرس، أقرأ أنت، أقرأ أنت، خلي عيني، سد الكاميرا رجاءً. زين، فتكون القراءة متنقلة ما بين التلاميذ، يعني ماكو بالسرة، هاي القراية بالسرة ما نريدها، ولا يقرأ للدرس كاملة. يقرأ سطر من هذا السرة، انتقل إلى آخر إلى آخر إلى آخر، وإذا بالقراءة الواحدة شاركت معظم تلاميذ الصف. منها أنت وزعت النشاط بين تلاميذك، ومنها خليت الكل موجودين معك. التلميذ 45 ثانية يفقد الاتصال بينك وبينه، لذلك نشوف التلميذ بيبحث عن أي شيء يشد انتباهه، يلعب بالكتاب، يطلع شيء من الجنطة، يزعج زميله، هذا ترى مو خلل بي، وإنما هو قطع الاتصال بينك وبينه، يريد يبحث عن أي شيء يشد انتباهه. فالمفروض من عندك عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة، كل دقيقة أنت قبل ما تمر الدقيقة أنت مغير نشاطك، نبرة صوتك نشاط، انتقالك داخل الصف انتقال بهدوء ومنتظم، هذا نشاط. تقديم عرض وسيلة وإخفاء وسيلة، هذا أيضا نشاط، يخلي تلاميذي جميعا مشدودين معايا. قرأوا التلاميذ العدد اليسير من عندهم، شفت قراءتهم زينة وحلوة ومشجعة. يلا حبايبي انتقلوا معايا على السبورة، راح أبتدئ بالخطوة اللي بعد القراءة، الخطوة الرابعة هي التحليل والتركيب. التحليل والتركيب هنا أنا أخذ كل كلمة من كلمات الدرس وأحللها إلى مقاطعها الصوتية ويا تلاميذي. يلا حبايبي شلون ميزان، يلا وياي على الصفقة، وإذا بي تصفقين وتقطعي له الكلمة. أحسنتم، شوفوا شو راح أسوي بحقل التحليل حتى ترسم. الغاية من حقل التحليل هو حتى تبقى مخزونة بذاكرتك. إحنا أهم من رسمة التحليل هو معرفة شلون يقطع الكلمة اللي يسمعها على الصوت، من صوته لازم يعرف هذا شنو مقطعها، مقطعها قصير، مقطعها طويل، مقطعها ساكن، لازم يدركها التلميذ. واضح عيني؟ واحنا نعرف قواعد التقطيع الثلاثة المهمة اللي هي حرف من الصوامت والصوائد، حرف مع حركة مقطع، حرف مع حركة مع حرف مد، هذه أيضا مقطع، كذلك الحرف الساكن اللي يتبع المقطع اللي قبله أيضا هذا مقطع. فهذه لازم أنتوا بأسلوب الاستماع تعرفوا شلون يقطع الكلمة. زين عيني، قطعناها حللتها، هاي التحليل والتركيب، المعلم يقوم بجميع كلمات الدرس. بعد ما كمل كلماته للدرس ينتقل إلى فقرة الخامسة، طبعا انتقالته للدرس يعني مو نقول حنبدي بالخامسة ولو بدينا بالثانية لو بدينا بالثالثة، لا، وإنما متسلسلة بدون شعور، لكن انت بحساباتك مضبطها. هسه انا بديت بهاي الفقره، هسه انما التلميذ ما يشعر بها وكانما هي سلسله متواصله. يبتدي هنا الخطوه الخامسه وهي التدريب والتقويم. التدريب والتقويم هاي مهمه، يقع على عاتق التلميذ، يعني التلميذ راح تطلب من عنده يؤديها. يلا حبايبي من حيشارك لي على السبوره؟ وين هالكلمه دادا؟ من كم مقطع؟ يلا وياي، دا دا، شوف اسمع، دا دا، احسن، كم مقطع؟ مقطعين، ممتاز. نو ري، كم مقطع؟ اسمع، نو ري، مقطعين، احسن. هالشكل درب مسامعه، كيف يسمع من عندك، كيف بدها تنطق وتقطع. يلا قام حلل لك الكلمات، أحسن. يلا عيني، هاي المقاطع، أنت عندك المقاطع اللي قلنا عليها بطاقات المقاطع، وموزعها على الرحلة. من يقوم يجيب لي مقطع نو؟ من يقوم يجيب لي مقطع ري؟ وين صارت هاي الكلمة؟ منو عنده نو؟ منو عنده ري؟ اقرأ لي إياها، صارت الكلمة
نوري أحسن من يكتبها وبهالشكل خليها صفك متفاعل، تلاميذك نشطين، أنت نشط معاهم، الدرس يمضي وأنت موفي 6 خطوات دون شعور من عندك. حلوا تلاميذي وركبوا لي كلمات. يا شطار من يعطيني هسه كلمة جديدة تحتوي على الضيف الجديد، تحتوي على المقطع الجديد؟ شنو درسك أنت؟ خلي ينطوك من عنده يوميا كلمات جديدة، وشجع التلاميذ على المشاركة بالكلمات الجديدة. أحسنتم. يلا حبايبي هسه راح ننتقل إلى الخطوة السادسة اللي هي تدريب الكتابي. من أنتقل للتدريب الكتابي، يلا يا ماما هاي بعد محله لو أحسنتوا رجعوا كل من يرجع بمحله، انتبهوا علي أنا بعدني كاتب الدرس. شوفوا الضيف الجديد ملون بلون الأحمر، هذا شكله ظل لو اختلف بين الكلمات. دائما خلوا تلميذكم هو يستنتج الإجابة، يستنتج المعلومة اللي تريد تزود الفياك. سيت شو هذا تغير شكل العين الآه، هنا شكل وهنا شكل، والأحسنتم هذا بهذا الشكل كان أولي بهذا الشكل، ليش صار هيكي؟ لأن وين شوف شكله وين بالكلمات ست وسطي أحسن، وبهذا الشكل آخري، وبهالشكل بديت أدربه إنه هاي الحرف أولي ووسطي وآخري. أطلب من تلاميذي كل تلميذ عنده صبورة شخصية اللي إحنا سوينا له إياه اللي هي ورقة بقتها وكبسناها كبس حراري زين وسطرت تصير الدفتر. يلا أمي كل من يطلع لي صبورته وراح نكتب مثل ما أني أكتب على الصبورة، كتبت مواضع الحرف من الكلمة أول وسط وآخري. يلا يعني شو كتبوا لي بالصبورة مالتكم، وأفتر بين تلاميذي وشوف من هو اللي دا يكتب بشكل صحيح السطر، من هو اللي مدى يعرف يكتب، اللي مدى يعرف يكتب أساعده وحتى أمسك القلم وأكتب اللي هي الآخر خليه يكتب مرتين وثلاثة وعشرة إلى أن يشوفتيهم يضبطون رسمة الحرف بشكلها الصحيح. يا الله أنتقل إلى كتابة الدرس بالدفتر. خلي 10 مرات يستخدم هاي الصبورة، صبورة ما عليها شيء ويمسحها، وقلم الماجيك حيكتب ويمسح، وأصلاً حيكيف لين عباله رسم وتلوين وبهالشكل يضيفين جو من التفاعل والحماس لتلميذك هذا أبو الأول وأبو الثاني. كتبت الحرف ومواضعه، كتبنا الكلمات الجديدة. يلا عيني ماما انتقل إلى الاستجواب والتغذية راجعة. بهاي الخطوة من سويت التدريب الكتابي أنا كملت العرض من الخطة، كملت العرض من الخطة. بعد ما كملت العرض من الخطة راح انتقل إلى الاستجواب والتغذية الراجعة. الاستجواب والتغذية الراجعة هي شنية؟ هي عملية معرفة مدى إدراك لفهم الموضوع. من هم التلاميذ؟ ايش فهمهم من الموضوع؟ هسه هنا أنا راح أعرف تلاميذ فهموا الموضوع لو لا. أطرح أسئلة على تلاميذي، ماذا كان يعمل نبيل؟ حيجاوبوك نبيل فقال. أحسنتم، فهموا لو ما فهموا؟ هاي اللي بالنسبة شمسية لو قمرية، هذا مقطع ر بكلمة رباب، قصير لو طويل ر هنا، وهكذا. وحاليا العلم الحديث يأكد ويشجع على هاي الفقرة وهذه الخطوة، لأن هي اللي راح تحدد أنت من خلالها تحددين مستوى ذكاء تلاميذك. فهموا؟ تنتقلين إلى الخطوة اللي بعدها لو ما فهموا وترجعين على الخطوة السابقة. واضح عيني؟ بعد ما كملت الاستجواب والتغذية الراجعة راح أنتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي الخاتمة. الخاتمة هنا أنا شحط لهم من تلاميذي، يلا ماما طلعوا لي دفاتر خلينا نبدي نكتب الدرس. من تطلبين من تلاميذك يكتبوا لك الدرس عيني كتبوه أمامك بالصف،
الدرس ينكتب داخل الصف مرة واحدة ومرة الأخرى يكون نشاط في البيت. أني مو من البداية أترك كتابة الدرس مرتين مع الإملاء، وبيكون مسويها ختم يختم على الدفاتر كتابة الدرس مع الإملاء، لا عيني هذا مو صحيح، هذا مو أسلوب للتعليم. أني أريد أشوف التلميذ من دا يكتب دا يكتب بشكل صحيح، رسمته للحرف دا تكون صحيحة، لأن كثير من تلاميذنا ترى يروحوا للبيت يخلون أهاليتهم هم اللي يكتبوا لهم، وهذول ترى أمانة في أعناقنا، وإحنا إن شاء الله على قدر هذه الأمانة وهذه المسؤولية اللي وكلنا بها رب العباد واختارنا. المعلم المهنة الوحيدة اللي الله يختارها، لأن مهنة تحتاج إلى الصبر، وأجرها أكيد عظيم عند رب العباد وبالدنيا. أكيد أن المعلم مهما تكون إلى هيبته، إن شاء الله رب العباد ما يضيع تعبكم. هاي بالنسبة لخطواتي للدرس كملتها، هذه كلها أديتها خلال 45 دقيقة. 40 دقيقة قد مدة الدرس اللي أنا مخصص إليه، هو 40 دقيقة. ب40 دقيقة أنا كملت كل هذه الخطوات ستتهم بيوم واحد، وعندي وقت أتابع دفاتر تلاميذي وأتفحصها وأسألها. واضح عيني؟ هسه أنتقل إلى السبورة، شوفوا شلون راح أخطط السبورة. تخطيط السبورة ما يكون تخطيط عشوائي، وإنما يكون تخطيط منتظم. معلم الصفوف الأولية غير كل المعلمين، وسائله بسبورته بالروح اللي يمتلكها بالحب اللي يحمله تلاميذه، فهو مختلف كليا. أجي على التخطيط وتقسيمي للسبورة، يكون بهذا الشكل: الدرس، المادة، الحكمة. الحكمة الأول والثاني عيني، وحتى الثالث، وحتى باقي المراحل تكون من نفس المادة اللي أنا أقدمها. يعني على سبيل المثال من بزاز نبيل نادر بزاز، ترى التلاميذ ما يعرفون شنو البزاز، بالذات مهنة بائع القماش كلش كلش يعني أصبحت نادرة. فش أقول لهم؟ نادر يبيع القماش الجميل، حتى من عندها أفهم التلمير إنه البزاز هو يبيع القماش. واضح عيني؟ التاريخ، تاريخ الميلادي والهجري، وإذا فهم شنو الميلادي وشنو الهجري، كذلك أنطي فكرة عن أسماء الشهور العربية والهجرية والميلادية، لأن ترى كثير من عندنا يعبر مراحل متقدمة هو ما يعرف أسماء الشهور. فأنت يعني بدون ما تكون فد عبء، خلاص شهر الأشباط يعني الشهر الثاني يومياً يومياً بالتكرار، ترى راح يحفظ حفظ بالتكرار، هذول بالتكرار راح يحفظون أسماء الأشهر سواء الميلادية سواء الهجرية. انتقل إلى تقسيم السبورة نصفين، النصف اليمين يكون مسطر، هذا يكون مسطر وهذا من حصة المعلم، يكون تسطيره نفس الدفتر لكتابة الدرس فقط، ما بأي شيء آخر، لا تنعرض وسائل على هذا الجزء، ولا يشارك التلميذ بنشاطه أسفل الكتابة، فقط يكون مثل نظافة الدفتر حتى التلميذ يتعلم من عندك شلون يحافظ على نظافة دفتره. أما الجزء الأيسر من السبورة أيضا أقسمه نصفين أفقي، النصف الأعلى يكون لك لعرض الوسائل، هنا أنا عرضت له البطاقة الصورة وبطاقة الكلمة، بعدين من أبدي بالتحليل والتركيب، هاي البطاقات وين أنقلها؟ أنقلها لوحة الجيوب حتى تظل أمام أعين التلاميذ طيلة تقديمي للمادة. هنا أنا راح أستغل هذا الجزء فقط للتحليل والتركيب، ما أنزل بوسائلي على حصة التلميذ وأملي السبورة بس وسائل، ترى كثرة الوسائل تشتت تركيز التلميذ. دائما وسائلي تكون وسائل هادفة وفقرة فقرة، ما أجيب وأكدس وأملي السبورة كلها وسائل، وهي وسائل أصلا تلميذ حار عليها يباور عليها أنت تقصدين بالكلام، فذلك وسيلة وسيلة أعرضها وانقلها إلى لوحة الجيوب.
بعدها انتقل هذه الحصة حصة التلميذ، أبدا لا تعتدين عليها ولا تسمحي له بيعتدي هو عليها، وإنما حيكون هنا هو يبدي يحلل ويراكم. شو تطلبين من عندهنا حتى من أدربه على كتابة الكلام أسطر الهياء كتسطير الدفتر، ويلا حبيبي اكتب لي على بالحقول، اكتبي بالمربعات انت شلون تطلبين من عند الواجب، فقط هنا لا تخلينا يكتب بأسفل حصتك من كتابة الدرس، لا ماما، لأن لازم تعلمينه عن النظام، هذا نظام دفتري ما أسمح تخربط عليه، يصير أنا أشخبط بدفترك، لا ست، إذن هذا أنا أيضا ما أسمح لك تشخبط على دفتري، هاي حصتك وفقط حتى يتعلم التلميذ من عندي النظام، هاي السبورة، زين عيني. والفقرة المهمة الأخرى أيضا أريد أأكد عليها هي التهيئة والإعداد الصفحات الأولى من الكتاب، من كتاب الصف الأول والكتاب الصف الثاني لقراءة هذه الصفحات، أرجو عدم إهمالها وإنما التأكيد والتركيز عليها، هذه الصفحات هي مفتاح للقراءة. هنا أول شيء كسرتي حاجز الخوف والقلق لدى التلميذ، لأن هذا جايش من بيئة مختلفة، وتعرفون إحنا انتقال التلميذ إلى الصف الأول يعد الفطام الثاني للإنسان، فلذلك لازم نكون محذرين بالتعامل معه. أنت تخلق إنسان بعد الله يحب العلم والتعلم ويكون ناجح بالحياة إذا تعاملت معه بحب وبعطف وبإخلاص بالأمان، وكلكم إن شاء الله مخلصين بيها، زين يعني. فأزم هاي الصفحات، يلا ماما وياي كلمة كلمة لهذه الصور ينطقها، لأن هذه الصور هي كلمات ومفردات راح يستخدمها بالدروس القادمة، لذلك أدربها على نطقها حتى يصير مثل اللعبة. يلا حبيبي شنو هاي؟ طائرة، هاي رباب، هذا دادة، هذه ألعاب، هذا فيل، هذا دب، بتعرفون شلون عيني، لأن من أنا حتعطيه الثقة بالنفس أن يستطيع ويشجع المشاركة معك ومع زملائك الباقين. هذه أيضا هذه الصفحات كلها أستخدمها لدخولي للدرس، ماذا يفعل هذا الولد يقرأ، ماذا تفعل هذه الإمرأة إنها تحلب، وهذا الديك يصيح، تملأ إناء يحمل، وهكذا كل صورة لازم تتحدثين عنها. هاي بالنسبة للأول، وأنتوا للثاني عندنا الصفحات الأولى هي مراجعة للحروف، ومراجعتكم للحروف يعني لازم تهتم بيها جدا جدا، عندنا شهر كامل مراجعة الحروف، زين عندك أنت شهر كامل مراجعة الحروف، وتلاميذك إجوي ما ماخذين الحروف بالصف الأول بسبب الجائحة، إذا أنت شو راح تسوي؟ لازم يوميا تنطي حرف، الحرف اللي نطيه سواء أول ثاني ثالث، نبتعد كليا عن أسماء الحروف وإنما بأصواتها، ب ت ث ن خ ج، هذه هي أصوات الحروف. من أريد أقدم الحرف المجرد دائما أقدمه بالفتح لأنها أخف الأصوات، واضح عيني؟ ست مديحة، ست عائدة، سدوا الكاميرات. هذا اليوم هذا الحرف شو يكون؟ بأصواته، بالمقاطع القصيرة، مقاطع طويلة، التنوين، شنو يتعلق بالحرف، كله أقدم الهياب هذا اليوم، عندي حصتين معاه، زين عيني. كذلك تحليل وتقطيع للكلمة اللي تحتوي على الحرف، مواضع الحرف بالنسبة للكلمة، أول ووسط وآخري، وحتى إحنا عدينا لكم منهاج منظم لهذا لهذا الشيء، إن شاء الله يا ربي يفيدكم ويفيد تلاميذنا اللي فاتهم شيء من التعليم. هذه الفقرات وهذه الصفحات ضروري ضروري جدا جدا الاهتمام بها. عندك تلميذ الصف الأول، هذه صفحة تركيب الصور، من أنا راح أفهمين فقرة شنو التركيب، شنو الأجزاء الصغيرة، وشون أقدر من الأجزاء الصغيرة أكون شيء مكتمل، حتى من عندي أبدي أعطي فكرة عن التحليل والتركيب. ليش أنا من المقاطع الصغيرة حكون لي كلمة مثل صورة الحصان، تذكرون شلون شكلناها من أجزاء إلى صورة، تذكرون صورة الفيل، الغزال، اللقلق، وهكذا.
فلذلك أرجو الاهتمام جدا بهذه الصفحات وكذلك الاستعداد للكتابة. تلميذ الصف الأول ترى إيده ما مكتملوها، وأعتقد أكثر من مرة أني ذاكرت لكم إياها حتى بالزيارات. هذه إيده اللي ما مكتملوها ترى من صعوبة الكتابة تصير عليها. فلذلك هذه الصفحات خليها تكون هي فاتحة ومنطلق للكتابة، لأن هنا راح يبدي يتدرب على مسكة القلم وشون يتعامل معه، إضافة إلى أنه تلاميذكم هذه السنة راح يجون بدون ما مكملين رياض الأطفال، يعني فاتتهم. تدرون أنتم دور الأساسي يقدم لنا إياه رياض الأطفال السنة أيضا بسبب الظروف والوباء، كثير من عندهم ترك الاشتراك بهذه الرياض، فحيجد حتى مسكة قلم ما يقدر يمسكه. فلذلك هذه الصفحات اهتمي بيها وركزي لهم عليها إلى أن تشوفين بدأ كملنا الصفحات، بدأ يلونها، بدأ يكتب كتابة سليمة. انتقلي إلى التعبير، هذه الصفحات راح تدربينا شلون يتحدث عن الصورة. من نبدي بالدرس نعرض له الصورة ونقول أتحدث عليها، هو من البداية من الأسبوع الأول اللي من الكتاب دربتي شلون يتحدث عن الصورة. إذا شوفوا بهاي الصورة، هاي نهر، هاي نملة، هذا عصفور، هذا تفاح، هو شيء يريد يعبر. وانتقل إلى الصورة الأخرى والأخرى، وإذا بيها تسردتي لقصة من خلال هذه الصور وانطيتي فكرة، حتى من تسألي بالدروس القادمة هو أخذ من عندك كيف يتحدث معك التلميذ. أرجو أن تكون الصورة قد وضحت لكم ولو شيء بسيط من عندها. الآن راح أقدم لكم درس، وكأنما أنت راح تقدم درس لتلاميذك، وهذا الدرس يعني إن شاء الله هو يفيدكم. نحن هنا راح نقدم درس الربيع، هنشوف شلون انا حقدم ويا تلاميذي وكانما انا مقدم دروس سابقه ومنتظمين وياي وماشيين. اول شيء بعد ما نظمت السبوره وقدمت كل شيء اللي متعلق بالسبوره، حنتقل الى عرض الصور للدروس الماضيه. يلا حبايبي، صوره من هذه؟ خلي تلاميذك ترجع بيهم ذاكرتهم. صورة من هذه؟ أحسنتم، إنه سالم مزارع. سالم، أحسنتم، مزارع. ومن هذا؟ ماذا كان يعمل سالم؟ ماذا كان يعمل سالم؟ أحسنتم، أحسنتم، يبيع الوردة. يبيع الوردة، ممتاز، يبيع الوردة، أحسنتم. ومن هذه؟ إنهم تلاميذ يرفعون العلم. علم من يرفعون يا صغار يا حلوين؟ علم بلادي، علم بلادي، أحسنتم. ومن هذه الفتاة التي ترفع العلم؟ أتتذكرونها؟ أجل، إنها سعاد. سعاد، أحسنتم، أحسنتم. هذه صور الدهية الدروس السابقة، ممتاز. وما هذه الصورة؟ قبل ما أعرض الكلمة أخليهم يتحدثون عن هاي الصورة. هاي فتاة شايلة ورد، الورد والدنيا خضراء، وأكو بعض المطر القليل وشجر أخضر، أحسنتم. هذه أجواء أي فصل من فصول السنة؟ عندما تكون الأزهار متفتحة وتبدأ الخضرة بالظهور، فصل الصيف أم فصل الشتاء؟ حيقولوا لك إنه الربيع. الربيع، أحسنتم، الربيع. هاي كلمات الدرس،
الربيع يكثر المطر، المطر وكذلك الناس تحب الربيع، أتحدث لهم ويكثر الورد في الربيع. حكينا، دربتم بدون ينطقون الكلمات سليمة. أحسنتم يا صغاري، سوف نبدأ بكتابة الدرس على السبورة. من أكتب الدرس على السبورة؟ أكتبه بهذا الشكل، يعني أنا مسطرة الجهة هذه عيني، وأبدأ بكلمات الدرس كلمة كلمة، أكتبها وأقرأها وأنتبه وياي، أكون تلاميذ وياي. يلا حبايبي. الربيع، قالت سعاد أنا أريد الربيع. المطر ينزل من السماء ويسقي الزرع. الناس تقول نزرع ولا نقطع، نزرع ولا نقطع. يصير نقطع الوريد؟ لا سيد. يصير نشوف الأشجار بالشارع وإحنا مارين ونقطعها؟ لا سيد. أحسنتم من هذا. أعطيكم موعظة دائما وأثناء تقديمي للدرس. يلا ماما راح أقرأ مرة أخرى وأنتم ترددون من بعدي. قريتي لهم إياه أيضا على السبورة، تنتقلين إلى قراءتي للدرس. هسه راح أني أقرأ وأنتم أشروا. هنا أنا لازم تشوفين التلميذ يأشر لك على كلمة كلمة وأنت تقرأيها وتفترين بيناتهم. بعد ما قروها كلكم بالتأشير، يلا حبايبي، من يقرأ من عندكم؟ من هذا السطر ومن هذا السطر، وانت وانت وبالاول وبالقاعد الاخير شاركنا كلنا. قرا كل واحد سطر سطر، ثلاث كلمات اربع كلمات. يلا حبايبي احسنتم احسنتم. ستماني بعدني ما كملت قراءتي، اكيد يا امي ان شاء الله الدرس القادم راح تكون انت اول المشاركين في القراءه. راح انتقل هسه قبل ما انتقل للفقره الاخرى اسالهم. باع ماما هاي الضيف الملون باللون الأحمر، تتذكرون ما اسم هذا المقطع؟ ال أحفيت، هذا مقطع ال. أحسنتم، شوفوا مقطع ال هنا أنا بالدرس هي نفس الشيء، لو أكو باختلاف بين الربيع، المطر، الزرعة، السماء، الناس، انتبهوا عليها اكو بيها تغيير لو ماكو بيها تغيير. يلا باعوا علي، شوفوا لي هاي الكلمات شنو التغيير اللي بيها يا حلوين؟ شو ما تباعوا باعوا هاي الكلمات شنو التغيير اللي بيها؟ شنو الفرق بين المطر وبين السماء السمائي؟ ست شو هنا ماكو شده وهنا اكو شده صارت. يا أحسنتم، أكو هنا أنا شدة وهنا ماكو شدة. الربيع هنا أنا أكو شدة وهنا ماكو شدة. يلا يا حلو خلينا نشوف ليش عودين هنا هيك صارت. هسه راح نفهم ليش هيك صارت. هذه ال ربيع ربيع ربيع. أحسنتم، إذا دخلت ال على كلمة ربيع شوفوا ايش راح تسوي بيها. انتبهوا علي، الربيع الربيع الربيع. زين هاي شنو صارت هنا؟ شدة كانت اكو هنا شدة؟ لا ست هنا ماكو شدة. ليش صارت هنا شدة؟ لان دخلت عليها هاي ال. زين هاي ال وشون تقراها؟ الربيع الربيع. انتبهوا علي، الربيع ده الفض ليه؟ لا ست شو ماكو مدى تلفظيها. احسنتم ضعوها شوفوا شلون مدى الفظها. الربيع الربيع الربيع. احسنتم، ده انتقل بدون ما امر على ال اللي الربيع الربيع. هنا هاي اللام ليه شمسية؟ هذه ليه شمسية؟